jetzt lebt. Bonjour messieurs, je vous présente ce plan. Ce système permet d'ouvrir ou fermer la porte automatiquement à l'aide d'une application téléphonique par Bluetooth. Il se compose d'un récepteur Bluetooth qui capte les ordres d'utilisateur et d'un circuit intégré N293 qui fait changer le sens du marche du moteur. Et la carte Arduino pour traiter les informations et gérer le fonctionnement. Et l'aide pour la signalisation. بالنسبة للمنطقة الأول فهو عبارة عن باب آلي يفتح ويغلق بشكل أوتوماتيكي بمساعدة تطبيق الهاتف بواسطة البلوتوث، ويتكون ملتقط البلوتوث الذي يلتقط أوامر المستعمل من الضارة المتكاملة N293 التي تغير منحى دوران المحرك. وفي وظيفة المعالجة نستعمل بطاقة الأردوينو التي تقوم بمعالجة المعلومات القادمة من الملتقطات وصمم في وظيفة شوية. السلام عليكم. مرحبا بكم. اريد ان اقدم لكم هذا المجسم اكسيكي اسمي عبد الصمد السيوطي تلميذ باعداديه سرفايف. اقدم لكم هذا المجسم الذي مجسم من اعداديه سرفايف وتحت اشراف استاذ كمال باجو. واريد ان اقدم لكم هذا المجسم والذي هو عباره عن اضواء ملتقى الطرق والذي يقوم بتنظيم سيروره تنقل السيارات عند ملتقى الطرق. ويتكون من جزئين أساسيين، جزء معتمد وهم المصابيح، وجزء آمر يتحكم بسيرورة اشتغال المصابيح. ويتكون جزء الآمر بدوره من محول للطاقة من 220 فولت متناوب إلى 5 فولت مستمر، وبطاقة أردوينو للمعالجة، وست منابات وست ترانزستورات مع مقاوم. وشكرا. Feu de garde est un système qui permet de gérer la circulation dans un garde. Il se compose d'une garde, il se compose d'une partie commande, une partie opérationnelle. Une partie commande qui contrôle la durée de fonctionnement de chaque lampe. Il contient 6 relais, 6 transistors avec des résistances de protection. Et une garde Arduino en une pour traiter et gérer le fonctionnement. Un adaptateur pour transformer de 120 volts en 5 volts. Ce système permet d'ouvrir ou fermer la porte automatiquement à l'aide d'une télécommande. Quand on appuie sur la première touche, la porte s'ouvre. Et quand on appuie sur la deuxième touche, la porte se ferme. بالنسبة للمنطقة الثالث فهو عبارة عن باب آلي يفتح ويغلق بشكل أوتوماتيكي بمساعدة جهاز التحكم عنوان. عند الضغط على الزر الأول الباب يفتح، وعند الضغط على الزر الثاني الباب يغلق. وشكرا على حسن انتباهكم. السلام عليكم، اسمي شيماء السلمي. أنا هنا لتقديم مشروع في التكنولوجيا تحت إشراف الأستاذ كمال باجو في مؤسسة إعدادية سرفايف بسمرة. Ce système permet d'ouvrir ou fermer automatiquement la porte à l'aide d'un capteur ultrasons qui capte la présence d'une personne devant la porte. Et on peut utiliser cette porte dans les grandes surfaces. السلام عليكم، هذا المنظم اسمي محمد موسى في ثانوية إعدادية رفايف بيسبرو تحت إشراف الأستاذ كمال باجو. هذا المنظم يمكننا من فتح وغلق الباب آليا باستعمال ملتقط موجات فوق الصوتية الذي يلتقط وجود رجل شخص إنسان أمام الباب. والآن الجهاز الثاني وهو كاشف تسرب الغاز، ودوره تنبيه المستعمل بوجود تسرب للغاز، ويقوم ذلك عن طريق تكونه من مستشعر للغاز وبطاقة أردوينو وطناد وصمام ثنائي متعدد. Détecteur de gaz. C'est un système qui permet de signaler la présence de gaz et se compose divers Arduino pour. والآن الحاجز الآلي وهو عبارة عن حاجز آلي يقوم بالفتح والإغلاق بطريقة آلية وذاتية،
ولفتح الحاجز يجب توفر شرطين أساسيين، وهو وجود السيارة أمام بعد أشعة الحمراء وضغط السائق على زر التحكم لفتح الحاجز. وعند فتح الحاجز يضع المصباح الأخضر، يعني يمكنك المرور. وبعد مرور السيارة الحاجز تغلق بشكل آلي. وأنا تلميذة في مؤسسة الفايح في مدينة صفوت تحت إشراف الأستاذ التكنولوجيا كمال بشر. واليوم سوف أقدم لكم هذا الجهاز الذي يسمى بمأخذ التيار المتحكم. هو عبارة عن جهاز يتحكم بمصباحين مستقلين استعمالا لجهاز التحكم أندرويد. وعندما أضغط السر الأول يتحكم بالمصباح الأول، عندما أضغطه الزر الثاني يتحكم بالمصباح الثاني. ومستقبل الأشعة ومستقبل الضوء، حيث عندما تكون نسبة الضوء منخفضة فإن المصباح يشتعل، عندما تكون مرتفعة المصباح متجنب للحواجز ومتتبع للخط. إذا الروبوت متتبع للخط، إذا هو يمكن من تتبع الخط بطريقة آلية باستعمال ملتقطات. إذا استعمال هذا الروبوت يمكن من فهم بالنسبة للتلاميذ طريقة اشتغال الروبوتات وتمكينهم مجموعة من المعارف والمهارات الأساسية لفهم المحيط التقني للتلاميذ. إذا هذا الروبوت بالنسبة للتطبيقات العملية يمكن أن يستعمل في المعامل لنقل المنتوجات والبضائع، كما يستعمل في بعض المطاعم لتقديم الوجبات بطريقة آلية. وهذا الروبوت لتجنب وقوع حوادث مزود بملتقط للحواجز، إذا يقوم عند وجود حاجز أو وجود شخص أمام الروبوت فإنه يتوقف تلقائيا، وعند إزالة الحاجز فإنه يطلق. إذا هذا فقط كإضافة للروبوت لاستعمالات الروبوت. كذلك نستعمل في مجال التدريس مجسمات لماكات لتقديم وتبسيط مكونات الروبوت. إذا ترون هذا المجسم هو عبارة يبين بالتفصيل المكونات الأساسية. هنا لدينا محركين يمثلان المحركين، إذن هي مسترجعة من أدوات قديمة روسيكلاج، يعني الكتور سيدي قارئ أقراص. لدينا بطاقة الأردوينو اللي هي أساس جميع المشاريع هنا، اللي هي بطاقة مبرمجة. ولدينا دارة تغيير من التيار الكهربائي، ولدينا الوسيلة الأساسية هي البرنامج إمبلوك. الإمبلوك هو عبارة عن برنامج يعتمد على سكراتش، في أباز دو سكراتش. هنا يتم برمجة وضع برنامج ويتم إيصاله لبطاقة الأردوينو. مثلا في هذا التطبيق برمجنا البطاقة بحيث عند الضغط على الزر يعني توجيه الفلاش يعني السهم الأعلى فإن المحرك والمحركين يعملان للأمام، يعني أن الروبوت يتقدم. عند الضغط على الزر ولا السهم السفلي فإن المحرك يدور في اتجاه محركين يدورين في اتجاه معاكس، الأيمن المحرك يعمل اتجاه الأيمن، إذا الأيسر مانع. في الملتقط في الروبوت الحقيقي اللي مستعمل هنا عوضنا وظيفة الأزرار بالملتقطات والمستشعرات. بالنسبة لالتقاط الخط الأسود نستعمل ملتقطات الأشعة تحت الحمراء الذي يمكن من التعرف على وجود الخط. وبالنسبة لتجنب الحواجز نستعمل ملتقط الموجات الفوق الصوتية الذي يمكن من قياس المسافة بين الروبوت وبين الحاجز. وهناك برنامج وسط إمبلوك الذي يمكن من سير كل هذه العمليات. اش دير بابا بنتي شتي partie commande ses cartes à courant, le circuit intégré L293 pour changer le son de marche de moteur. Binti, مرحبا. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لكم نفسي. أقدم لكم مشروع مجهود في الأيادي تحت إشراف أستاذ التكنولوجيا كمال بجو.
هذا المجسم عبارة عن مجفف الأيادي، وهو من المنظمة الآلية، يعتبر يستعمل في المرافق العمومية تفاديا لتبلل الأيادي والأغراض وانتقال الأمراض. هذا المنظم يعتمد مبدأ اشتغاله على ملصقة الأشعة تحت الحمراء لاستشعار وجود الأيادي. Alors, ce système, c'est le sensor solaire, permet d'orienter le panneau automatiquement vers le soleil pour augmenter le rendement. Il a deux capteurs de lumière pour détecter la position du soleil. Détecter la position du soleil et une carte électronique pour traiter et gérer le fonctionnement.